بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان الدوائر الحمراء للراسب والغائب والمحروم وغيرها في الإكسل والغش والشغب والحرمان ونصف وواحد وربع وغيرها، ومعانا مرفق لملف العمل. نعرض المعلومة. كنا في الفيديو السابق عرضنا معلومة إزاي نعمل دوائر حمراء الدرجات اللي هي اقل من 30 مثلا في الدرجات اللي معايا ديت، لان ده هيكون راسب، عايزين نعمل له دوائر حمراء. وعرضنا المعلومه بكل التفاصيل في الفيديو السابق، ازاي نعملها من غير اكواد وازاي نعملها باكواد، ونتحكم في لون الدوائر الحمراء ازاي، ونتحكم في كل شيء. يعني انصح بمشاهده الفيديو السابق واللينك بتاعه موجود هنا. وبعد ما نشرنا الفيديو وصلنا التعليق من احد الاعضاء الكرام، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي الكريم، اولا بشكرك على اهتمامك ومجهودك، ثانيا المشكلة ما زالت قائمة، حيث ان الخلايا لا تحتوي على ارقام فقط، بمعنى ان الخلايا خلايا مجموع تحتوي على درجات وحروف، وبالتالي التحقق من صحة البيانات لا يمكن استخدامها. خليك معايا كده، بمعنى ان الطالب قد يكون حاصل على صفر وتكتب صفر صاد وفه وره باللغة العربية، او غين او شغب او غش او الغاء او حرمان، بالاضافة الى الطلاب الحاصلين على اقل من 50، والمفروض كل ده ترسم حوله دائرة حمراء، وكمان الحاصلين على درجة اقل من 50. انا في المثال بتاع عاملها اقل من 30، وممكن تعمل تطبق اللي انت عاوزه. وبعدين بيقول لي: هل يمكن الاستغناء عن الأزرار؟ ده سؤال تاني والأشكال يعني. وإن أول ما نكتب غين أو غش أو حرمان أو شغب أو الغاء يكون المجموع الطالب أقل من 50، ترسم الدائرة بشركة الترقائي وتحذف. طبعا ما فيش أي داعي للاعتذار أو إن فيه تعب أو كده، بالعكس إحنا كمان بنستفيد جدا من التعليقات دي، وأنا سعيد بإن التعليق يعني فيه كل التفاصيل. يعني السؤال الاستفسار اللي معانا فيه كل التفاصيل اللي إحنا عاوزينها. أول حاجة معانا إن عندنا كلمة نصف مكتوبة باللغة العربية، وكلمة صفر برضو ممكن نكتبها باللغة العربية، والغين بعدها شرطة، والغين اللي من غير شرطة، ومشاغب وشغب وغش والغاء امتحان وغائب ومحروم، كل ده بالإضافة للدرجات اللي أقل من 30. طيب الفكرة هنا إيه؟ الفكرة هنا إن التحقق من صحة البيانات، خد بالك معايا، التحقق من صحة البيانات بيروح يدور هل البيان اللي موجود في الخلية دي او في النطاق ده مطابق للقاعدة اللي انا قلت له عليها ولا لا. طيب تعال نشوف هل نصف. طيب تعال نعمل التحقق من صحة البيانات سريعا كده. هروح لداتا او بيانات، التبويب بتاع داتا، ادوات البيانات، الداتا تولز، ومن هنا التحقق من صحة البيانات او داتا فاليديشن، وبتضغط على اول واحدة دي التحقق من صحة البيانات اللي جنبها ثلاث نقط، علشان دي اللي هتبدأ تفتح لي النافذة. اي حاجة جنبها ثلاث نقط بيقول لي ان انا هفتح نافذة نتحكم فيها او نشتغل عليها. فبقول له ان النطاق ده انا بسمح فيه allow any value، لا مش عايز اي قيمة، انا عايز القيمة دي تكون عدد صحيح، عدد صحيح، والعدد الصحيح ده يكون اكبر من او يساوي، وتكتب هنا القيمة بتاعتك، اكبر من 30 او يساوي 30، يعني من اول 30 ها ده مسموح به، ده الولد ده ممتاز وكده ماشي في السليم، انما اقل من 30 يبقى راسب او غير مطابق للمواصفات اللي انا حاططها، ماشي، اللي انا يعني اشترطتها. طيب هل كلمة نصف عدد صحيح؟ لا طبعا، يبقى هيعمل عليها دايرة، ولأنها نص مش عدد، وكلمة غش وكلمة إلغاء امتحان وكل الكلام اللي هو نص ده هيبدأ ان هو يحط عليه دايرة، لأنه معتبر ان الكلام ده كله ايه، مش عدد صحيح. يبقى هو عمل هنا القاعدة دي هتوديني مباشرة ان يعمل دوائر الإكسل، يعمل دوائر على كل الكلام اللي هو نصوص وليس رقم. طيب كمان الارقام هيروح يدور هل هي اكبر من او تساوي 30، يعني هنا في المثال مثلا في الرقم اللي تحت اخر واحد ده 28 واللي فوق 26، الاثنين دول لا ينطبق عليهم القاعدة، يبقى كده في مشكلة، لازم يعمل لي عليها دايرة عشان يقول لي ده فيه مشكلة. طيب نعمل موافق، ماشي، هنا ما حصلش اي تغيير، لان انا ما قلتلوش روح اعمل الدوائر بتاعتي من هنا، احاطة البيانات بالدوائر، ولكن في الفيديو السابق عرفنا ان احاطة البيانات بالدوائر من هنا كده، ماشي،
بدوائر حمراء مش هيظهر معايا في الطباعة وهيحصل مشكلة كبيرة في الطباعة. فحلينا الكلام ده كله بالكود اللي ركبناه للملف العمل الحالي، وبالتالي ملف العمل الحالي الامتداد بتاعه XLSB binary او macro enable او XLS اللي هو 97-2003 ده بيتحمل الماكروز او اكواد الفيجوال بيزك. وهنا وركبنا الكود على الشكل ده ومسح الاشكال او الرموز بتاعتنا او الدوائر الحمراء بالشكل ده، وعرضنا طبعا المعلومة كاملة. اول ما نضغط على دوائر فهيبدأ يحدد لي البيانات الغير مطابقة كلها، الارقام دي كلها تحت الـ30 والكلام اللي هو نصوص ده كله يعني مخالف للقاعدة بتاعتي. لو عاوز تمسح الدوائر دي يمكن طباعتها من خلال الكود ده. لو عاوز تمسح الدوائر بتضغط على مسح من هنا، ولو عاوز تضيف الدوائر بتضغط على دوائر من هنا. الكلام ده في الاشكال. طيب هو هنا الاخ السائل الكريم بيقول لي انا مش عاوز، تعب على نحذف بس الدوائر دي، بيقول لي انا مش هل يمكن الاستغناء عن الازرار والاشكال ونكتب كلمة غين فيظهر لي على طول مباشرة؟ ركز في السؤال ده عشان ده مهم خالص. يعني هو بيقول لي هنا انا مش عاوز الدوائر تكون بعد ما خلص البيانات. احنا الفكرة كلها ان التحقق من صحة البيانات في خطوتين مهمين جدا. الخطوة الاولى يا اما ان انت تكتب البيانات كاملة وتخلصها وبعد كده تقول له اعمل لي دوائر فيروح يعمل دوائر على البيانات غير الصحيحة، تمام. يا اما الفكرة التانية ان انت وانت بتكتب البيانات، يعني لو قلنا له في العمود ده انا عاوز البيانات اللي فيه تكون اكبر من 100، تكون ايه اكبر من 100، انتبه كده، فهروح للعمود ده واحدده واروح للتحقق من صحة البيانات، ها، واقول له اكبر من ايه، او يكون عدد صحيح اهوت، واكبر من بينة دي نخليها اكبر من او تساوي، ماشي، او اكبر من عادي، واكتب هنا 100، يبقى لازم العدد اللي نكتبه هنا يكون اكبر من ايه، من 100. لو حاولت تكتب هنا مثلا 55 هيقول لك انا اسف مفيش حاجة اسمها 55 هنا، ده انت قايل لي لازم يكون اكبر من 100، ما ينفعش الكلام ده. فاما تعمل اعادة محاولة، ماشي، وتكتب حاجة اكبر من 100، يا اما تعمل الغاء، وفي الحالة دي ما يحسبش القيمة بتاعتك. يعني لو عملنا الغاء الامر كده خلاص مش هيحسب ان انت كتبت حاجة هنا، ماشي. دي التحقق من صحة البيانات. يعني ايه؟ يعني قبل ما تكتب البيانات بتاعتك لو عملت تحقق من صحة البيانات مش هينفع تكتب فيها غير البيانات الصحيحة فقط. برضو يعني ايه الكلام ده؟ يعني معنى كده ان كلمة نصف دي، ها، لو انت عاوز تكتبها 5 من 10 كده، بوينت كده 5 من 10، وهتضغط انتر هيقول لك انا اسف انت قايل لي ان ما ينفعش نضيف هنا غير اللي العدد اللي هو فوق الـ30، اللي فوق الـ30 هو اللي صح، انما الاقل من الـ30 غلط. طب نكتب هنا 15، بلاش 5 من 10، خليها 15، هيقول لك برضو اسف ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. يبقى انت الدوائر والحاجات دي بتعملها امتى؟ بتعملها بعد ما تنتهي من رصد البيانات كاملة. لان انت لو حددت قواعد التحقق من الصحة قبل رصد البيانات وتيجي تكتب غين هيقولك انا مش هسمح لك ان انت تكتب غين، دي غلط ان انت تكتب غين هنا، لان انت قايل لي عشان اعمل دوائر لازم يكون هنا فيه عدد صحيح ويكون اكبر من او يساوي الـ30 زي انت ما كتبت لي في القواعد. ما ينفعش اننا نعملها في قبل ما نرصد الدرجات، لازم بعد ما تخلص رصد الدرجات كاملة. انما الفكرة هل ينفع اننا نستغني عن الدوائر دي مثلا، عن الشكل ده، الشيب ده والشيب ده، ونعمل حاجة تانية، فكرة تانية، مثلا تكست بوكس، كلمة تضغط عليها، كلمة مش عارف ايه، وتربط بها الكود؟ ايوه، فيه، وممكن نفكر في افكار كتير جدا توصلنا للمعلومة او للمطلوب ده، وان شاء الله يعني يكون الفيديو ده مفيد. وبرضو اللينك بتاع ملف العمل، احنا قلنا ان ملف العمل الحالي ده اللي فيه الكود طبعا عرفنا بالظبط ازاي ننفذه وازاي نتحكم في الوان الدوائر اللي فيه وكل شيء، والكود معانا الملف ده
موجود في المكان اللي عرضناه طبعا، او اللينك اللي عرضناه في الفيديو السابق. روح للفيديو ده، انصح بمشاهدة الفيديو بكل التفاصيل والاستفادة من الكود الموجود في ملف العمل. ومرة تانية بنقول طبعا ان الكود ده مش انا اللي كتبته، لا، انا بحثت عنه على الانترنت ولقيته ووظفته في الملف العمل الحالي. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، وعذرا على الاطالة. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.